يستعد لاعب السكواش المصري محمد الشربجي والمصنف الثالث عالميا لتمثيل إنجلترا بدلا من مصر مستقبلا في المباريات بعد أن ظل في بلده لسنوات طويلة لم يفكر فيه أحد على حد قوله، ما أثار موجة من الجدل في مصر. وكان الاتحاد الإنجليزي لسكواش أعلن الاثنين أن الشربجي البالغ من العمر 31 عاما سوف يلعب في بطولات السكواش تحت علم إنجلترا. وفي تصريحات للشربجي بثها موقع أخبار بي بي سي الاثنين، قال إنجلترا أعطتني الدعم الذي أحتاجه، ولسنوات طويلة لم يفكر فيه أحد في مصر، وكان واجبا أن يأتي الوقت الذي أفكر فيه في نفسي. وأضاف: كنت أتضايق بشدة عندما أصل إلى مطار بلدي وأجد صورا للاعبي مصر وأنا الوحيد الذي لا توجد له صورة. ويعد الشربجي المولود بمحافظة الإسكندرية الساحلية واحدا من أكثر لاعبي السكواش تتويجا، حيث قضى 50 شهرا في المركز الأول عالميا بين 2014 و2021. وفاز اللاعب المقيم في بريسول الإنجليزية والذي عاش أكثر من نصف عمره في إنجلترا حسب ما يقول ببطولة بريطانيا المفتوحة 3 مرات، ويمتلك 44 لقبا احترافيا باسمه.